نعم مشاهدينا ومتابعي قناه شفتافي كما تابعتم معنا الان وعلى المباشر، كانت هذه الهديه ام الطوائف او الهديه العيسويه التوروبيه. مشاهدينا ومتابعي قناه شفتافي وكما تابعتم معنا منذ بدايه او منذ انطلاقتها مازال مستمره هنا بموسم مولاي ادريس الاكبر. مشاهدينا متابعي قناة شفتافي كما تتابعوا معنا دائما وعلى المباشر وسط حضور جماهيري مكثف في الموسم الأكبر لهذا اليوم. مشاهدينا وكما تتابعوا معنا الآن وعلى المباشر وكذلك بحضور وإنزال أمني مكثف لرجال الأمن الوطني وكذلك السلطات الإقليمية والمحلية إضافة إلى رجال القوات المساعدة والوقاية المدنية اللي خدات كل الإجراءات ديالها اللازمة. مشاهدينا متابعي قناة شفتافي تحسبا لأي طارئ وكذلك لمرور اجواء الموسم في احسن الظروف، كما كتشاهدوا حضور عائلات من مختلف المناطق المجاوره لمدينه مكناس، من فاس، من عدد من مدن المملكه، كذلك كاين ناس من مدن خارج مدينه مكناس اللي حاضره هذا الموسم. مشاهدينا متابعي قناه شفتي في موسم مولاي ادريس الاكبر، وهذا اليوم كما برمجه المنظمون فهو يوم مخصص للموسم الكبير. نعم مشاهدينا واللي كيعرف حضور مجموعه من الطوائف ومن بينها واكبرها هو أكثرها شهرة هي الطائفة أو أم هدية أم الطوائف، هي اللي كتكون يعني كحدث رئيسي هذا اليوم اللي كتكون تابعة لي الطائفة التوروبية العيساوية. نعم ودائما وعلى المباشر تابعوا معنا دائما اجواء مولاي ادريس الزرهون كما لم تروها من قبل الثالثه. نعم مشاهدينا وكما كتشاهدوا معنا حضور لافت للجماهير ولزوار هذا الموسم، كما كتشاهدوا معنا هنا رجال الامن الوطني كيقوموا بمجهودات كبيره في هذا الاثناء من اجل الوقوف على حركه التنظيميه وكذلك تنظيم الوفود الحاضره من مختلف مدن المملكه. فتحيه لرجال الامن الوطني وللسلطات الاقليميه هنا بمدينه مكناس ولكل القائمين على هذا الموسم، لانه صراحه حشود كبيره، عدد بالالاف او بعشرات الالاف ديال الناس اللي حجات هذه السنه وهذا كما كيسميوه اهل المنطقه حج الفقراء. نعم مشاهدينا فهذا مولاي ادريس الزرهون اللي هي اول نقطه او اول بقعه في تراب المغرب الكبير اللي دخلها الاسلام على يد مولاي ادريس بن عبد الله. نعم مشاهدينا مولاي ادريس الاكبر وهذا تاريخ المملكه المغربيه واللي تاريخ اللي عريق وتاريخ اللي المنطقه كتبقى عندها حموله تاريخيه وكذلك حموله دينيه كبيره. مشاهدينا لدى المغاربه من كل الاقطار وكذلك من خارج المغرب، هناك مريدين كيجيو من خارج هذه من خارج المملكه المغربيه اللي كيجيو يحضروا ويقوموا بالزياره ديالهم لهذا الموسم. نعم مشاهدينا متابعي قناه شفتافي كان معكم مراسل القناه في نهايه البث المباشر منير معطاوي من مولاي ادريس الزرهون. غادي نخليكم على هذه الطقوس العيساويه وننهي البث.